اكيد مع شيف نبيل عزوزي. شيف صباح النور. السلام عليكم. مرحبا بك. الله يحفظك اختي بارك الله فيك. سمحتي لي. الحمد لله. وسيدي عندك لي فان بزاف المعجبين بزاف. الحمد لله. نبيل عزوزي بالغرب التحيات ديالك انت. ما عندي ما يتسالك على سؤال صفحتك على الفيسبوك ولا كذلك على صفحتنا غادي صفحة بجوج ما شاء الله. فانت نشيط على الفيسبوك هذه اشاره زوينه بزاف. انا كنشكر كل ضيوف اللي كيكونوا حاضرين معنا فاللي كيكونوا كيعطيو اخبار وكيكونوا ناشطين وكيعطيو التصاور ديالهم وهذا الامور هذه كيكون فعلا واحد التجاوب كثير كبير. الله يخليكم. فشوف اكيد قلنا اليوم غادي نتكلموا عن التمر. على التمر. التمر كما تعرف الجميع الفوائد ديالو بزاف الحوايج اللي فيه. هادشي علاش قلت انا اليوم غندير لهم شويه ديال الحلوه بالتمر. حلوه بالتمر كيعطي واحد المذاق رائع. كيعطي مذاق رائع والاغلبيه حنا تنستعملوه في الحلوه المغربيه باتيسري ماروكان. انا غنديروا حلوه انترناسيونال في لي كيك في لي غاتو في الخبز حيت ندير حتى الخبز اليوم ان شاء الله. خبز بالتمر. اييه التمر مقرقع تيجي يا سلام. اول حاجه تهلا فينا اليوم ان شاء الله غادي ندير لهم الكيك بالتمر وغندير لهم بيسكوي اموند بلورونج مع واحد لاموس ديال التمر وغندير لهم الخبز بالتمر والقرقع. اذا الخبيز بالتمر والقرقع هذا نسموه لوليداتنا. وقلنا كذلك غادي نعطيو بيسكوي بالليمون واللوز وواحد لاموس ديال التمر وواحد لاموس غنوجدوها باش نديرو ان كاطو واخا بالتمر. لاباس ديالو هو بيسكوي بلامون ولاموس هي لاموس بالتمر. يلا والكيك بالتمر. وكيك بالتمر. اول حاجه غنجيو كيما شويه. مرحبا مرحبا مات انت حادقه. مرحبا فنتعاون انا وياك على وصفات. يلا مرحبا مرحبا. السلام عليكم. اول حاجه غادي نديرو الكيك بالتمر. باش نصيبو الكيك بالتمر تنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق. 200 غرام ديال الطحين ديال الدقيق. نحتاجو 100 غرام ديال السكر كلاصي. 100 غرام ديال السكر كلاصي. واحد خميره حمراء. وصاشي وحده ديال الخميره الحمراء. اييه وثلاثه ديال البيضات. ثلاثه ديال البيضات. 10 غرام ديال الزيت. و10 غرام ديال الزيت. و10 غرام ديال الحليب. و10 غرام ديال الحليب تقريبا 10 غرام معلقه كبيره. تقريبا تكون واحد ثلاثه معالق كبار. ثلاثه دي... هكذاك ثلاثه معالق كبار. واخا. 350 ديال التمر. وواحد شويه ديال 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 الماء ديال ديال لورونج. ما ديال الليمون. كيفاش هاد الليمون تيتباع دير بحالو بحال المظهر هذا ما ديال هذا مات الليمون هكذا هذوك الوريضات ديال الليمون اللي يكون في الجر تيصيبو منهم واحد بحال سيرو ولا واحد بحال سيرو هذا واخ. طريقه التحضير اول حاجه تناخذ 100 غرام ديال السكر ولا ما لقيناش نستعملو مظهر شاف ندير لي زيت ديال الليمون هذاك الساعه واخ قشره الليمون يكون افضل يعني حيت دابا وسهلوا على المغربيات اللي ما عندهمش شايفين يتبع هذا الشيء موجود الشجرات يحيدوا من هذاك العريسات البيضين قبل ما تولي ليمونه تكون واحد الزهره بيضاء الزهر البيض هو هذا تيعطي واحد المذاق زوين في الماكله تيقطروا تيخرج منه ذاك هذاك الزيت ديالو. طريقه التحضير ديال هذا الكيك اول حاجه تناخذ 100 غرام ديال السكر كلاصي تنخلطها مع ثلاثه ديال البيضات تنخلطهم مزيان تنزيد عليهم الدقيق وتنزيد عليهم ليفر شيميك تنخلطهم تاهما. في المرحله الثالثه تنخوي هذاك الزيت ديالي وهذاك الحليب تنتفيه واحد شويه تنخوي تا هو وتنخوي مع هذاك المعلقه صغيره ديال هذاك الماء ديال الورد تنخلط مزيان ديما تنخلط تنخلط عادي. في الاخير تناخذ هذاك 350 ديال التمر تناخذ التمر تنحيد العظم ديالو تنحيد القشره البرانيه تنقطعو التمر صوات صغيرين تنلوحو على الخليط وتيتخلط مزيان تنديرو في المول ديالي تنخليه تربوزا يرتاح ومن بعد تندخلو الفران 150 درجة واحد 45 دقيقة وهالكيكة ديالي موجودة وفي الصحة والراحة. الله سهلة ملي كتقطعها تيبانو دوك التريفات ديال التمر تيبانو الطريف تيبانو بكثرة حيت درتي لاغوسيت تلقاي 350 غرام ديال التمر. تبارك الله جوي غني بزاف هادشي غنية ونسمة ديال الروح ديال الليمون ولا درتي البال حتى الكيكة خفيفة ما فيهاش الزبدة نهائيا لا ما فيهاش فيها واحد شوية ديال الزيت تجي يا سلام يعطيك الصحة شيف. خلاص انا الى المستمعات مثلا بغاو يسهلوا عليهم كاين دابا خاص معجون ديال التمر تيتباع موجود. معجون ديال التمر هي هنا من الاحسن ناخذ التمر العادي اللي فيه العظم باش يبقاو المرصوات. حنا بغينا نتعمدوا يبانوا ذوك المرصوات. يبانوا باش نقطع الكيكة تيبانوا هذوك النقيطات. الله الله الله. تجي يا سلام. شي دكتور ليلى شمدار فيك كتقول لك حرام عليك حرام عليك على الوصفة هذه يعطيك الصحة. إذا نتمنى المستمعات يكونوا قيدوا معنا الكيك بالتمر. لانه يعني فعلا غني بزاف غني وزويون وسهلة ما فيها شي حاجة صعيبة ديال الحليب يا سلام سهلة ما فيها شي حاجة صعيبة حتى في التكنيك ديالها سهل سهل. نمروا للوصفة الثانية. الوصفة الثانية هو واحد الكاطو بالتمر. تنحتاجوا أول حاجة البيسكوي ديال هذا الكاطو باش تنصيبوه نحتاجوا بيسكوي أموند بلورونج باش تنصيبوا هذا البيسكوي تنحتاجوا 8 ديال البيضات. لا حتى أن التمر كيمشي بزاف مع الليمون. أييه كيتماشى معاه في المذاق كيتماشى تيجي واحد المذاق زويون هكذاك واخا. باش تنصيبوا البيسكوي تنحتاجوا 8 ديال البيضات 100 غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال البودره ديال اللوز 200 غرام ديال السكر سنيده 3 غرام ديال ليفر شيميك ولاروم ديال لورونج
والنكهات ديال الليمون. النكهه ديال الليمون واخا. طريقه التحضير، ناخذ 8 البيضات نزيد عليهم هذاك 200 غرام ديال السنيده. 8 البيضات كاملين، 8 البيضات كاملين اصفر وابيض. هي نضيف عليهم داك 200 غرام ديال 200 غرام ديال السكر، ديال السكر تمونطيه مزيان. تيولي خصو يتمونطى دابا يتخدم مزيان، يعني نطلعوا على شكل كريمه. تيتنفخ تيولي عالي، تنحيدو تنزيد عليه الدقيق والبودره ديالي ديال اللوز والخم وداك شويه ديال الخميره 3 غرام. بلا خلط، غير خلطي بيديه ولا بواحد الماليز بلاستيك تنخلط بها، وتنزيد واحد النقيطات ديال داك لاغوم ديال الليمون. ديال الليمون الا ما كانش عندي تناخذي عاوتاني لي زيت ديال الليمون. اي قشره ديال الليمون. هذا هو البسكوي ديالي، تنديرو في السيركل داير المول داير ولا المول طويل، تندخلو الفران 180 درجه واحد ربع ساعه وتنحيدو. هذا البسكوي ديالي هو موجود. ها هو البسكوي اللي غادي نوطيو عليه لاموس، وفيه النكهه ديال الليمون وفيه اللوز. اييه باش نصيب هذاك الكاطو هذاك اللاموس ديال التمر، تنحتاج نص لترو ديال كريم فريش. غادي ناخذوا لا كريم فريش خاصه بالحلويات، خاصه بالحلويات بطبيعه الحال. نص لترو ديال الكريم فريش، سبعه ديال الصفر البيض، سبعه ديال صفر البيض، 80 غرام ديال السكر سنيده، و80 غرام ديال السكر سنيده، و40 غرام ديال الماء، و40 غرام ديال الماء، و200 غرام ديال العجينه ديال التمر. هنا دابا غناخذوا العجين ديال التمر. هكاك اذا داك اللي قلت لك كنقدروا ناخذوها واجده، نقدروا تمشينا مع هذا الكاطو. فوالا تمشي مع هذا الكاطو. طريقه التحضير، اول حاجه تنطلع هذاك لاكريم فريش ديالي، تسمى كريم فويتي مسوس ما فيه حتى حاجه، تيتمونطا تنحطو في جنب. تناخذ هذاك الصفر البيض تنديرو في الروبو ديالي، تنديرو تناخذ كاسرونه تندير فيها 80 غرام ديال السكر و40 غرام ديال الماء، هذاك تندير فوق البوطه تنخلي حتى توصل الديكري ديالو 121 درجة. اي ولي سيرو. فوق سيرو. تيكون ثقيل واللون ديالو باقي ابيض بحال لون الماء. ما فيهش لون. واخا. تيتقال وما تيوليش كراميل، تيبقى اللون ديال العادي ديالو بيض. ملي تيوصل 121 تنخوي على داك الصفر البيض، لا ماشين مجهد ليها، تنخوي بشوية بشوية، حيت هذاك السكر هو اللي غيطيب ليا البيض. هكداك واخا. حيت ما غندخلوش الفران. لا ما يدخل الفران لا والو. حيت ملي كنقولو موس دونك ما غاديش يشطب. ملي تيوجد هذاك تنزيد عليه لاكريم فريش الاولاني. وحنا ما كنتوقفوش على التضرب. بطبيعة الحال حتى تيبرد، حتى تيبرد ليا من التحت، تنحيدو من الروبو، تناخذ هذاك لاكريم فويتي اللي طلعت، تنخلطها معاه، وتنزيد في الاخير العجينه ديالي ديال التمر اللي ديجا تكون طلقتها بيدي مزيان باش تخفاف. اييه. تنخلطها معاه، ها الموس ديالي. وداك السيرو شاف من التقنيات ما نخويش دفع. لا لا خويتو في تقحو حتى يتجمع ليها من تحت. يعني بحال كنقطرو غير شويه كنديرو بحال القروبيني خفيف خاوي فيها هذاك السيرو ديالي. وحنا كنخلطو. فوالا تمام، حيت لا خويتو فطر كما قلت لك غادي يتجمع من تحت. تكلكع. اييه تمام. تكلكع. تبارك الله عليك. وتنزيد عليه فكره في الاخر تنزيد عليه 200 غرام ديال العجينه ديال التمر. اييه. تنكون ديجا طلقتها بيدي مزيان باش تولي مطلوقه، تنخلطها مع الموس ديالي. وها ان موس ديال التمر. وكينسجم كلشي هادشي مع بعضياته حتى كيولي عندنا موس. تيتولي موس بالتمر. هذاك الخليط المرغوي شنو غنديرو فيه؟ نخليوه كيبرد شويه يقبط راسو ولا شنو هو؟ هذا لاموس. هذا لاموس هي باش نصيبو الكاطو ديالنا، البسكوي صيبناه على قبل. يعني قلت لك في انتظار انه الكيك ديالنا طيب نديروها في الثلاجه شويه. لا نخليوه على برا ما نديرو حتى حاجه. الكيك طاب حيدتو عاد نضرت هاد لاموس هادي. باش هنا لا بغي نديرها في كيسان ما تنتجش جيلاتين. بغي ندير ان كاطون تندير فيها 6 ورقات جيلاتين باش كيشد راسو. باش يشد راسو. هنا الجيلاتين كما تعرفوا الجميع تنطلقوا في الماء بارد. اييه. تناخذ ان كاسرونه تندير فيها واحد شويه ديال السير، واحد تكويغ ولا تكويغ ديال الحليب، تنطلق ديال الجيلاتين ديالي وتنزيدوا على لاموس ديالي وتنخلطوا. تناخذ البسكوي ديالي اللي صيبت. اييه. تناخذ الشكل اللي بغيت. اييه. سواء داير سواء طويل. تندير البسكوي تنأنبي به بالليمون. يعني كنرطبوه باش تفهموا معنا المصطلحات. لا واش كنفزكوه بالعصير ديال الليمون، حيت ديجا البسكوي فيه الليمون باش يبقى هذاك النكهه ديالو. تماما. تنخوي لاموس ديالي ديال التمر، تنزيد عاود بسكوي الطبقه الثانيه، حتى هو تنرش عليه السيرو اللي ولا الليمون، وتندير عاوتاني الطبقه الثانيه ديال لاموس ديالي، تندخلو الكونجيلاتور، تنجبدو. هو ديجا هذاك اللون ديال لاموس فيه نقيطات ديال التمر، غادي يبان. واحد ديكوراسيون ساهله يدير، ناخذ الناباج وغندوزو عليه من الفوق. اييه. غيعطي واحد المنظر زويون البريو وديك النقيطه ديال التمر. هما اللي غيذوقوا لنا. هما اللي غيذوقوا. ناخذ واحد التميره نقطعها على ثلاثه ونحطها في الوسط. الله. وكاطو ديالي بالتمر وبسكوي امون بالليمون وبالصحه والراحه. وهذاك الصحه فعلا هي طريقه رائعه والمذاق ديالهم يستاهل انكم تجربوه. عندكم دخول على المرحله. التمر حنايا تنستغلوه غير في الحلوى المغربي، ولا ما تنديروش به لي كاطو، قليل اللي تيدير به الكاطوات. هذه فكره. كيتفكروا حتى الرمضان عاد كيتفكروا.
تماما، واخا هو مفيد في الحق ناكلو يوميا غذاء كامل. وفي الاخير غادي ندير لهم الخبز بالتمر والكركاع. هذه اللي كنتسنى، هذه الحاله ديال الخبز بالكركاع والتمر. حتى دابا حنا عارفين الخبز جوج خبز، خبز بلون خبز بالنخاله كومبلي، هادشي اللي عارفين. كاين بزاف ديال الخبز شي نهار لنا حلقه خاصه غير على الخبز ان شاء الله. علاش ولا لا شاوتي في القضيه ديال الخبز؟ الاسبوع الجاي هيا نعطيو مواعيد المسلسلات ان شاء الله. ان شاء الله جميع انواع ديال الخبز، انواع الخبز بالزعفران بالزيتون بالزيتون نديرو كل شيء. شنو دكتور ليلى؟ وتكوني حاضره معنا ويجيب معنا لي زيشونتيون ان شاء الله. ونذوقو خبيده الصباح. جيبو خبيده خبيده. مرحبا صافي مشات شوف مشات يلا ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. في الاخير غادي نصيب خبيز بالتمر والكركاع. تنحتاج كيلو ديال الدقيق، 70 غرام ديال السميده الرقيقه، 30 غرام ديال الخميره ديال الخبز، الخميره المعجونه، 20 غرام ديال الملح، 10 غرام ديال الميليوغي، والتمر والكركاع. بلاتي فسر لنا هاد الميليوغي. هاد الميليوغي هو واحد البودره تتباع في الحوانت، تنستعملوها في الخبز. كنستعملوها في الخبز شنو الدور ديالها؟ تتعاوني في الخبز باش تيتخمر مزيان. واللي ما عندوش هاد الميليون شنو ندير؟ يدير تقريبا بلاصه ما يدير 30 غرام ديال ليفر بلونجري، يدير 40 غرام ديال ليفر بلونجري. نزيدو 40 غرام ديال الخميره ديال الخبز. لا ما جبرت الميليون، واخا دابا موجوده في الحوانت كاينه. تتباع في الطاسات ديال فوقيلا فيها 100 غرام موجودين. لا ماشي خميره بلديه، بودره بيضاء. بودره بيضاء هي اللي كتخلي انه ذاك الخبز ديالك يتنفخ وتيجي رطب من الداخل. برافو عليك. طريقه التحضير سهله بزاف. ناخذ واحد العجانه ديالي ولا فاش غادي نعجن الخبز، تندير هذا الخليط كله ما عدا التمر والكركاع اللي ما تنديروش في الاول حتى الاخر. تناخذ كيلو ديال لافارين، تنزيد عليه 70 غرام ديال السميده الرقيقه و 30 غرام ديال الخميره ديال الخبز، 20 غرام ديال الملح، 10 غرام ديال الميليون. تنحاول نعجنو بطبيعة الحال الماء، مايمكنش نعجنو الخبز وما كاينش الماء. اكيد. وباش غادي نخلط الماء دافي هو باش نطلق الخميره ديالي في الاول، وغادي نعجنو مزيان. الخبز عادي كما تنديرو في الطيور، ملي تنعجنو تنزيد عليه التمر، تنكون فرتته وهو التمر قطعته والكركاع فرتته. اييه. تنخلطو على العجينه ديالي وتناخذ الشكيلات اللي بغيت، خبيزه صغار سوا صغيورين سوا باكيطه صغيره سوا خبيزه كبيره. يجيب وها خبيز نخليه يخمر على راحته، تيخمر عادي. تندخلو الفران تنطيبو، هو خبيز ديالي بالتمر والكركاع لذيذه وزويونه وفحه وراحه. الله يعطيك الصحه يا شيف، ما شاء الله عليك، افكارك ديما رائعه وكيسعدنا انك حتى انت كتجدد في الافكار ديالك. مره تفاجئني، مره درنا حلقه على سكينجبير كانت ممتازه بزاف الناس، وحلقه ديال الزعتر كذلك، اليوم حلقه ديال التمر. يعني تنخدموا بالمواضيع فشي حاجه زوينه، وكاضافه لمولات الدار ان مره تغير وليداتها والاسره ديالها. كنت دابا تلقى في الدور التمر كاين، الزعتر كاين، حتى واحد ما تيستغلو في الخبز في الماكله، سيرتو تيستغلوه غير في مع الماء ويشربوه فقط. عندك الحق. فهنا كان تفضل دكتور. الى ممكن غير حيت كطبيبه بغيت نطلب منك طلب، لان كاين بزاف المشاكل ديال ليزانتوليرونس او غلوتين. يعني الناس اللي ما كيستحملوش الغلوتين، راه تقريبا 10% ديال لا بوبولاسيون عندهم يا اما انتوليرونس يا اما سنسيبيليتي للغلوتين، وما كيكونوش عارفين هذه المساله هذه. ملي كياكلوا المواد اللي فيهم الفرينه كيتنفخ لهم البطن ديالهم، يقدر يكون عندهم لا دياغي وهذا. واش ممكن يعني تعملوا لنا بحال دابا دي روسيت اللي ما فيهمش الغلوتين؟ غلوتين نصيبوا حلقه صح. نديروا حلقه خاصه بالحلويات اللي ما نقدوش ما نديروش فيهم كاع حنا الطحين نهائيا. ممكن نحضروا حلويات بلا طحين. ممكن ممكن الله باش يفرحوا حتى الناس اللي مساكن. ديجا واحد الحلقه كنا درناها، درنا واحد الكاطو بيسكويت سون فارين ما فيهش طحين نهائيا. عرفتي ذكرتوني بواحد الحلقه كنا درناها مع واحد الرائعه مستمعه وفيه لاله رشيده مناسب، ما عرفتش كتسمعنا دابا ولا لا، كنوجهوا لها تحيه بعد معاناه مع كنتي حاضره؟ كنت لا ما كنتيش حاضر واخ. فهاد الحلقه هذه كانت لقات واحد صدى كثير كبير في حلقه لاله فاطمه، وكنا درنا خصيصا على الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الحساسيه من الجلوتين. عطيناهم مواصفات، لان هي بعد معاناه بقات كتكتشف، حتى في الاخير اكتشفت وصفات يعني بلا هاد الماده ديال الدقيق، وما حرمتش البنت ديالها من انها تاكل، حتى هي تشارك في حلوه ديال العيد، في بيتزا رمضان، في البطبوط كذلك رمضان، هاد الامور كامله كتوجدها. ولات هي اللي كتعطي الناس مثلا اللي عندهم هاد المرض هذا، كتعاونهم وكتساعدهم. فلاله رشيده انا كنحييك وتنقول لك لاله اختك، حنا ديما مفكرينك، وشكرا لك شاف على حضورك معنا. واخا قول الميساج اللي بغيت. باغي ندوز واحد الميساج لواحد الصديق ديالي عزيز عليا بزاف، وهو اللي كان عنده سبب حتى درت هذا الميتي انايا. يا سلام والله العظيم. في الاول ما كانش عندك فكره؟ ماشي كما كانش عندي فكره، انا عزيز عليا الدومين
ولكن هو عاوني وشجعني باش نمشي نقراه وباش قريته انا وياه. هاد صاحبي هذا هو ولد حومتي، ولد معموره، ولد معموره. نحيو الناس ديال المعموره، نحيو الناس ديال المعموره كاملين، تنقول لهم السلام عليكم جميع المستمعين بطبيعه الحال. هاد صاحبي سميتو هشام بورحيم. هشام بورحيم دابا راه كاين في نتمنى يكون تسمعنا، واخا واخا دابا هو في اسبانيا. اها هو في اسبانيا، وساكن في اسبانيا عايش تما. تنقول له شكرا بزاف، راه عزيز عليا بزاف. الله، وعطيت خيل سلامي الحار اكيد لكل جاليتنا اللي كيسمعونا في اسبانيا، فرنسا، بزاف ديال الدول يعني كيتشاركوا معنا خصوصا عن طريق الانترنت www.radio.mfm.ma. فكاين صدى كبير وتفاعل كثير كبير مع لاله فاطمه والمعموره. فكرتيني بالرائعه المعموره واللي خرجت منها ابطال والناس اللي فعلا كنتشرفوا لما كنسمعهم. تيقول لك من ديك المكان والفضاء الصغير، الغابه والغابه خرجوا منها ناس وصلوا لواحد المستوى عالي الحمد لله ما شاء الله. فتنحييهم الناس ديال سلا والناس ديال المعموره والقنيطره كاملين، فسلامنا الحار لهم. شكرا لك، شكرا، بارك الله فيك، ما نسيتيش الصدقه وما نسيتيش اللي كان في الخير عليك، فهذا من الميزه ديالكم والكرم ديالكم والحب اخلاقك، فتبارك الله عليك.